السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى من الله تكونوا على خير وبخير يا ربي وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. بغيت البنات اليوم نشارك معكم واحد الفيديو، صراحه واحد الحاجه اللي هي زوينه وكتعجبني. المهم عندي هنايا الحمص بعد ما فزكته ليله كامله، هانتوما كنت غسلته وفزكته، وعندي هنا بصله، وعندي 6 ديال فصيصات الثوم والربع العطريه. البنات غادي نحتاج شويه ديال البزار، شويه ديال الخرقوم والكمون والملحه، غادي نحتاج التحميره في عوطه، غادي ندير انا الفلفله اللي صاوبت معاكم. صافي واحد جوج بيضات، عندي لا شابلور باش غادي نقليها. غادي ناخذ هذا الحمص نطحنه هنا في الهاشوار مزيان، المهم البنات وصفه اللي كتجي الصراحه زوينه وزوينه للوليدات وكل شيء. غادي نحاول نطحنها مزيان وغادي نرجع معاكم. صافي هنا غادي نزيدها كاع داك المقادير اللي ذكرت معاكم، غادي نجمعها بدوك جوج بيضات. وبالنسبه للحر ما ذكرتوش معاكم، الناس اللي كتبغي الحر الصراحه بالحر كتجي رائعه، كتجي زوينه. انا ما صلحليش ندير الحر، ولادي ما كياكلوش الحر، ولكن الصراحه خاصها تتكال حاره وسخونه. صافي جمعتها دابا كما كتشوفوا، غادي نجمعها مزيان، خلطت كلشي مع بعضياته. باقي غادي نزيد جوج معلقات ديال الدقيق، ما كنتش ذاكراهم معاكم، ما حطاهمش في المقادير، والخميره الحمراء واحد المعلقه صغيره، خميرة ديال الحلوه زعما. صافي غادي نخلط كل شيء وعاد نبدا كنشكل فيها. داك جوج معلقات ديال الدقيق اللي غادي نزيدها باش كتجمع، و ما كتبقاش ملي كنكونو كنشكلوها ما كتحلناش، وديك الخميره الحمراء كتخففها، كتجي خفيفه بها وما كتجيش مدقصه. صافي عندي معلقه كما قلت لكم صغيره ديال الخميره الحلوه، اولا نص صاشيه ديال الخميره الحلوه، وجوج معلقات ماشي معلقات كبارين بزاف، المهم شويه ديال الدقيق اللي ذكرت معاكم. صافي هنا غادي نجمعها، صافي نبدا نشكل فيها ونديرها في داك لا شابلور.
صافي هنا غادي نبدا كنشكل فيها. المهم كتاخذي القياس اللي انت باغيه، انا درت شويه درتها صغيره. غادي نشكل ديك الكميه كامله وعاد نبدا كنقلي فيها. المهم على ما كنظن هاد الشهيوه هادي راها على ما كنظن مصريه، وإلا ما كنتش غالطه كنتمنى يقولوها لي في التعاليق إلا كانت مصريه، وإلا كنت غالطه في شي حاجه كنتمنى يقولوها لي في التعاليق. وتحياتي كبيره لعند خوتي وخواتاتي المصريين اللي كيخليو لي دائما تعاليق زوينه، وكنقول لهم شكرا بزاف. صافي هنايا غادي نخلي الزيت سخنات ونقص شويه البوطه وغادي نبدا كنقليها. الدراسه وكت كطيب من التحت مزيان، كتقلبيها كيف ما بغيتي، ما كتضيع ما حتى شي حاجه. من الاحسن تجي محمره مزيان على برا باش ملي كتجي على برا مقرمشه ومن الداخل رطبه. صافي كتبدا كتقلبيها بشي معلقه ولا فرشيطه ولا كيف ما بغيتي، ما كتحل ما حتى شي حاجه. وهنا ندير واحد شويه ديال المايونيز باش غنقدمها. الصراحه اي لاصوص كتعجبكم تقدروا تقدموها معاها كتجي زوينه. صافي خديت جوج بيضات، خديت شويه ديال الخل، شويه ديال البزار والملحه، وبديت كنطحن فيها هكذا بالميكسور كما كتشوفوا. كنزل واحد كنزل الزيت غير خويط خويط حتى كطلع ليا المايونيز، وفي الاخر كنديرها شويه الزعتر كيعطيها واحد المذاق رائع، كتجي زوينه المايونيز. وهادشي اللي كاين. المهم بقاو معايا تشوفوا الشكل النهائي ان شاء الله. وهذا هو الشكل النهائي ديالها كما كتشوفوا. المهم درت لها شويه ديال المعدنوس، طريفه د المطيشه، قدمتها مع هذا العصير ديال الحامض والبنان اللي كيجي حتى هو زوين، والمايونيز اللي صاوبت معكم. الصراحه البنات راه جات رائعه رائعه رائعه، ما نقولكمش المذاق ديالها ما شاء الله جات زوينه، وحتى الوليدات عجباتهم. وراه اول مره البنات انا كنجربها الصراحه، وراه صدقات معي زوينه، كنتمنىكم حتى نتوما تجربوها. وصافي هادشي اللي كاين، كنتمنى الفيديو يكون خفيف عليكم ويكون عجبكم. ما تنساونيش خوتي خواتاتي بتشجيع اللايك وشي كومونتير زوين بحالكم. وهانتوما كتشوفوا كيفاش جات من الداخل، كتجي هكا مقرمشه على برا ومن الداخل رطبه. وتبقاو على خير، شي فيديو جاي ان شاء الله بحول الله. مع السلامه.